طبعا لما يسرنا إن شاء الله تعالى قسمي معاني يكون سابقنا عبد الله بن حذافة السهمي قسمة ودحمر تيسقة يو بقر كي ويناء دلكي الروم الأورنجري وحنا بقى اللي وشلي عن سوارك لي إنه بقر كاسر هو امتحان محاجر وحوي لشيكوين بلنبا وحي لسو قاعدين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيكوين بلن والله شيكوين ايو اوقيت نمت كود ايو سيدي دين كود ايو قد دينهين ايو بركا وحو رجع لان لها بلين اتجاب ايو بركا علما دي سو امر وحكسي هذي عبد قبطان قار علما دا مسلمين تا انا لقو سو سنتان بركا داكي لقو سو سنتان ايا وحا اكمل نغلي يا عبد الله بن حذافة السهمي بركا والله كياني مرك الشيكوين وحا يكبل اعوان ايتان يسوى انت لصواق الطي لو كان البقر كي وينا نظر او ايدي اما او جلعي عي ملك الرومي دلكي غير روما اي بقر قادي الى عبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة ايو ايدي وفيري طويلا وحدار يعني مدد دار ايو فيري يعني وقتا طويلا ثم مرت أكدت بادره لكل سبب ذي قائلا للسؤال هذا الكيبو كلهر مري لأنك لو هو محبوس وما هل كره بقر كيبا هذا الكوب اللعبي بادره ووحي لبابه ولو قلت له سجد الله سميه يعني فعلهم بادره ثم مرت أكدت بادره وحو كلبابي وهذا الكيبو كلبابي بقر كي قائلا لسؤاله إني أنا أعرض عليك وحن كوسو جيدينيا أمرا أرنبا كوسو جيدينيا وأنا المحبوسه بقال لقصة وقبطي لبقلوا ألعى وأسجر أن يسامرك محبوسك مصير كيسة ماشي وكدن بينكرو يوحى لصيلة يو يواجعك وأديني إنسان كثير درائبا ما أنت أنا رجل ناسي المحبيس اللي يبقى ليو وإجلتوا لي بمعاهدة الجنيه او حاران تلمي ليسي دكا محابيسا انسوح الله لدغمه اصر الحربي والدنوني وردني اي ولا صيحي لكن عدا فقا ليسا اي مجرس والوكتين بركبري قاسوا اي وحا سجلين حاضر ما لين ايسا منك محبوسك اي بقاء لغوصة وقبتي خجلوا الي ايها انت الي كان جرسي مركا وانا عبد الله بن حذافة اذا اسكد ايضه اذا حالة دي سي او كلاعة تخيشون من بقاء لغوصة وقبتي او دولة دي لوجي اي او بقركي marka ninka oo kale hadii boqorku uu kula hadlaba waxaad u qaadanaysaa naruuro weyn baad u qaadanaysaa waxaan maleeyn hadii marka boqorkii uu ku soo bandhigo inaad boqortooyadiisa wax ka siiyo oo boqortooyada kaaga tanaasulaba ninkii maxbuuska ah marka waa igraa weyn waxaa la isugu diray Cabdullaahi ibn Xudaafa imtixaankii ugu weynaa ee qof bani aadamii uu la soo kulmo oo la imtixaanayay iimaankiisa iyo islaamnimadiisa بحاجة لو هو ده هي لما الضب أيو ده هي ومدبا متخف لكدر أي هي وآه لما لبني آدم كوهر سابا إلا يحقق اللي أحلام لما لاسم هايهين والترغيب والترهيب إلا هو عبسيق ليو وقفت مرتي العبسيق ليو عبسيق عسي وحيوك يعني كرتائن وحقق اللي أحلام هذا لفاها هذا بالداليسي والمركة هلقوا بالدالية الدين تاري كبح والأوقت هاينا إلا هو دي ليو فاسوا امتحان وين عبد الله بن حذافة السهمي لسه بدوناتي كان وحا كسي دران او وحا لعركي دكتو بني آلم كيه انه يسير بلانو افكايستان اما ايوقا كسادان ايه عفصدا او ايكود جنادان اما ايكود فراعضا ايقان مبادئ دولة لكن وحا يوقا سي جميع سيهنا يوقا مقوليه مركي ايو يمادو هانتي وحبا الله بسينا يا بقر مال يا ملح نمو كوا مركا واحد كعلم كريا إلى ينجرين وهذه اللي ولها الدين تاري كتك ملاحظة على قاعدة جيه أما هنتبع على وسيلة أي بدك بلنكور يسكي يليا وهذا ما أنت العالم الإسلامي كوا حكومة إما لاحظة هو الدين تولي يسكي تلي وشريعة الإسلام هو كل قنواي وقالوا راعي وقالوا كأمر قاسة
oo gaaladii la saftay si ay muslimiinta ula dagaalamaan arrimaha waxaa ku xambaaray oo ugu weyni gaaladaa waxay ku tidhi waxaad madax noqonaysaan oo keliyeeta haddii aad annaga aad nagu tiirsanaataan saasay aaminsan yihiin saasaa laga raariday marka madaxnimo jacaylka aada baa loogu gaaloobaa marka cabdullaahi ibnu xudaafe isla mar keli ah iyo labadii arrimood la soo gudboonaadeen madna waxaa laga ballan qaadayaa boqornimo madna waxaa hortiisa taalle in la dilayo marka labadaa arrimood iyo labadaa imtixaan midna waxba maynan ka qaadan cabdullaahi ibnu xudaafat assaami radia allahu tacaala canhu dadka mu'miniinta a muslimiinta ahee maanta taariikhdiisa baranayana waxaa laga rabaa in ay ku daydaan nadara wuu eegay maliku ruumi boqorkii dalkii weynaa ee roomaanka la odhan jiray ilaa cabdillaahi buu eegay oo saa uu jaleecay cabdillaahigii ibnu xudaafa ahaa dawiilan ay waqtan dawiilan waqti dheer ayuu fiirinayay wuxuu eegayay bal inuu cabsanayo iyo in kale iyo uma baadarahu wuxuu si deg dega ugula soo booday uu ugu yidhi qaa'ilan isagoo leh innii acrigu calayka waxaan anigu kuu soo jeedinayaa adiga amran arrin qaala cabdullaahi wuxuu yidhi wamaa huwa arrinkaasi muxuu yahay fa qaala boqorkii wuxuu yidhi acrigu calayka waxaan kuu soo jeedinayaa anta tanasara inaad nasraaniyowdo inaad kiristaamowdo oo nin kiristaana noqoto ayaan kuu soo jeedinayaa hadalkii uu sii waday boqorkii wuxuu yidhi fa in facalta haddaad sidaas yeesho khallaytu sabiilaka waan ku sii daynayaa jidkaagaan ka wareegi soo hadda maxbuus xidhan ma timid waa lagu sii daynayaa intaa oo keliyata ma aha wa akramtu maswaaka joogitaankaaga aad nala joogtana waa maamuusaynaa oo waxaad noqonaysaa nin si fiican loo soo dhaweeyo xabsigii iyo dilkii iyo wixiina waa ka badbaadaysaa fa qaala wuxuu yidhi al asiiru ninkii maxbuuska ahaay wuxuu yidhi fii anafatin si isla weyneyn ahu iska weyneynaya waxaas uu ka santaagayo iyo wa xazmin iyo si go-aana oo labaallaabacnima ayna ku jirin hayhaata kaaf iyo kala dheeri buu yidhi inaan aniga hadda kiristaamoobo waa arrin aan marra dhici kare alla taasi fogaa ina almowta dhimashada ama geerida yaa la axabu ilaya anigu aan ka jeclahay alfa maratin kun goor mimaa wixii baan ka jeclahay dhimashada tadcuunii ilayhi aad igu yeedhayso waxaad igu yeedhayso oo ah inaan kiristaamoobo waxaan ka jeclahay inaan dhinto boqol jeer mise kun jeer kun goor inaan dhinto ama kun goor baan ka jeclahay marka ogow aniga taas go-aankaasuu siiyey dilkuu rabaa maahane taayada inuusan ka yaabin oo rajadiisii ayuu halkaa gooyey boqorkii marka wuxuu isku dayey dhinacii kale waa taas waxay ahayd tarhiibkii bay ahayd cabsigelintii markii wax looga qaadi waayey tarhiib buu bilaabay fa qaala wuxuu yidhi waa boqorkii qaysaru qaysar baa wuxuu yidhi innii anigu la araaka waan ku arkaa oo waxaan ku arkaa oo ila tahay rajulan nin inaad tahay shahman oo gob ahoo sharaf leh nin sharaf leh inaad tahay kow fa in ajabtani haddaad iga yeesho ilaa maa acriduhu calayka waxa aan kuu soo jeedinayo aan kuu soo bandhigi oo inaad kiristaamowdo haddaad iga yeesho ashraktuka waxaan wax kaa siinayaa ood ila wadaagaysaa fii amri madaxnimadkayga iyo boqortooyada ayaad ila wadaagi oo anigii adiga yaaba laba boqor meesha ka noqon doonno igu xigeenkayga maaragtay waxaan kaa dhigayaa ninka igu xiga wa qaasamtuka sultaani dowladnimadkayga iyo madaxnimadkaygana waan kula qaybsanayaa taasuu ku yidhi marka taasina waa tarriibkii waa hungurigelintii waa ta dadka oo dhan uu dhareerka uga soo daato markay maqlaan madax baa lagaa dhigi ama wasiir ama madaxweyne fa tabassama wuu dhoolla caddeeyey oo wuu muusooday al asiiru
ninkii maxbuuska ahaa almukabali alasiiru lmukabalu dheh almukabalu oo xidhxidhnaa biquyuudihi xadhkihiisa ku xidhxidhnaa xadhkihii lagu soo xidhxidhay ama silsiladihii wa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay low acطaytani haddaad isiin lahayd jamiica maa tamliku alla wixii adigu aad leedahay iyo wax alla waxaad xukunto oo dhul ah iyo boqortooyo haddaad isiin lahayd iyo wa jamiica maa malakathu alcarab iyo wax alla waxay carabi leedahay calaa an arjaca inaan ka laabtana la ii siin lahaa can diini muxammadin muxammed diintiisa oo islaamka aan ka laabto darfata caynin ilbiriqfi maa facaltu inaanan yeeleen marka wuxuu yihi boqortooyadaada yarta iska daayay iyo inaan kula wadaage e haddaad iiga tanaasisho oo maanta aniga boqornimada lay caleema saaro oo adiga ma ahe adduunyada oo dhan madax la iga dhigo laakiin shardi la iga dhigo ilbiriqfi un inaan diinta islaamka ka tago kadibna aan kusoo laabte inaana taa marna yeeleen iska dhaaf buyi wallaahi low acطaytanii haddii aad isiin lahayd jamiica maa tamliku wax alla waxaad adigu milkido eed boqorka u tahay oo dhan iyo wa jamiica maa malakatu alcarab iyo carabi waxay milkiday calaa an arjaca inaan ka laabto nala ii siin lahaa can diini muxammadin muxammed diintiisa oo islaamka aan ka laabto darfata caynin ilbiriqfi maa facaltu ma yeeleen buu yihi middaas qaala boqorkiibaa wuxuu yidhi idan haddaba hadday saas tahay aqtuluka waan ku dilayaa ogow intii hore waxay ahayd hadale hadda tallaabaan qaadayaa qaala wuxuu ku yidhi anta wamaa turiidu adigii iyo sidaad rabto uun yeel adigii iyo sidaad rabto uun ha ahaato weeye anta adiga iyo wamaa turiidu waxaad doonaysa uun arrintu ha ahaato soo dili ma rabtid idil uma markaa kadib amara bihi amar isagii ku saabsan buu bixiyey fa suliba waa la deldelay ninkii yaani tiir baa lagu xidhay deldelaadda waxaa la yidhaha qofka inta tiir lagu xidho oo labadiisa gacmood iyo labada lugood intaba looga sii xidho geed kale yaa deldelaad la yidhah oo sawiradii waa ku aragteen qofka marka la tooganayo iyo uma markaa kadib amara bihi amar buu ku bixiyey fa suliba waa la deldelay boqorkiiba amar ku bixinayo waa la deldeluuda wa qaala wuxuu yidhi boqorkii liqanaasatihi nimankiisa wax toogta ee toogta badan qanaasada waxaa la yidhaha qofka shiishka badanee markaa waxaa la ridayo ama qori ha ahaado ama fallaar ha ahaado waxaa markaa la ridayo ninka toogta badan baa qanaas la yidhaha wa qaala wuxuu yidhi liqanaasatihi nimankiisa wax toogta ee shiishka badan wuxuu ku yidhi biruumiyati afkii laatiinka ahaa ee ay roomaanku ku hadli jireen laatiin baa la yidhaha luqadaas alluqa laatiiniya way baaba'day hadda alluqa laatiiniya cid maanta dunida ku hadasho ma leh ay ku tukadaan oo keliyata kaniisadaha roman catholiga markay tukanayaan iyo ay ducooyinkoodii waxay aqrinayaan salaadna ma ahee kaasay ku tukadaan waagii hore kelimaad fara badan oo marka tubiga la baranaya ama medicinkana kelimaad badan baa kaga jira luqa laatiiniya laakiin way wada tatawurtay oo luqado badan baa ka baxay luqa laatiiniya sida faransiiska ingiriiska maa faransiiska talyaaniga isbaanishka bortuqiiska romeenka yacni luqadahaasaa ugu fara badan luqadahaasoo idili asalkooda wuxuu ahaa aluqa laatiiniya marka wax adag bay ahaydoo waa laga guuray hadda oo luqadaas laakiin waxay luqadii asalka u ahaan jirtay dowladii weyneed ee reer rooma laakiin ingiriiska iyo jarmalka iyo laatiin maaha iyago laatiin maaha luqadooda anglosaxon baa la yidhaha iyaga waa luqo ka gooni ah oo meel kale ka timid wa qaala wuxuu ku yidhi liqanaasatihi nimankiisii toogta badnaa ee wax tooganayay biruumiyati afkii reer rooma wuxuu ku yidhi irmuuhu toogta ninkan qariiban min yadayhi labadiisa gacmood meel u dhow ha la toogto yidhi labada gacmood ganaha agteeda kaga dhufta fallaadha laakiin isaga ha ku dhufanina ilaa cabsiyoon buu rabaa
وهو يعرض إسقى أسو جهدين يا أيو ساسي عليه إسقى أبتنى الصورة كريستامو إسقى أسو جهدين يا مركي فالله انت الوسو توبتو قعنتي سأبتي سأكل على عرسى أيار حق الشبع وحيقى على وران كدائية ورهد إسقى كريستامو فأبى مركاسود ديلي وحكست المسامين عند ذلك مركا أكتيرا ومركي انت قعمها الله وقال لك توبتي وأسو جهدين وكريستامو وديلي أمرهم لمن كي واحتوغن يروحوا أمر كسي أن يكفوا عنه سنال بان كسي ما فقال وحول عبدنا ارموه توبتا قريبا من رجليه ميال لبدي سلقود أدو لتوبتا وهو يعرض عليه سبا أسو جيدنا مفارقة دينه دين تيسي إسلام كاهيد إنو إسفقتها فأبى عبد الله لو الديني عند ذلك مركع أكثر لو كقوا الصي أمرهم فقر كيوه أمر كسي أن من كيوه احتوغني أن يكفوا عنه إلي كالجوجيان إن المردن بها لقو سوريدي الواحد دنبه وطلب إليهم وحكبر البلوية أمر كسي أن ينزلوه إلي كالجوجيان عن خشبة الصلب تيركي دلدلاد وكحبنانا هل قصوا الدجيو حرفيها هل قصوا فرفر عيوني روكا لفريسيه وحمده إلا سيد ديني حدنا وحوص السيد مركلة هنجلات كالأوين يا عبد الجليل ثم مركا كذب دعا بقدر وحو يا أوليا ليو لحالة كيانو بقدر داري قوالا يقالنا داري قاسوا عظيمة وين داري قاسوا مالك وعظامو لكن عربية هو قصب ما هينو ضروري هاي بسود واوين وقم بالغوة لأداريك بسود واوين او حلقو كريو ثم دعا وحوية علي بقدر داري عظيمة اوين فصب فيها وحلقو شبي الزيت سليد بالغو شبي ورفعت على النار داريك دبكة لساري معاجرة رفعت عليه كربة لغا ساري ودردارها ودهاية دبكنا ويكوها سيسا الهديد ستة صلى الله عليه وسلم ويبقتنا يا دركي ما بقتنا فصب فيها الزيت سليدي بالغوش بيدرقي ورفعت على النار دبكي بالغوش ساري حتى غلت إلى أي ككر كرتو سليدي اتركتو سليدي مركا اتركتو قلي كيرو وكب ليها بيها واتركا هو حويا وحيابها جراء دريرة ما عرفت المركة اي قادان نقطة الغليان ماشا اي بيه اي كردان كلالك اي ليهين وكالدويه هاي بيه كلالك او مركو بقل تنتقريدي هاي اي اسرقان بقل لكن وحيابها كالسيدة سليدي يبقل كبرا اي اسكردان مركة ويكا كلال بدايه حتى غلط إلى أي ككر كران سليدي أي ككرته ثم مركا كذب دعا بأسيرين وحول هلا كانوا لبن محبوس أو من أثار المسلمين مسلمين تم حابيس تؤدي كاملة فأمر وحول أمر كتي بغرتي بأحدهما مثل أن يلقى فيها إن سليدي كركري في اللغرده فألقي مركاساء اللغرده فإذا إفلقوكي اللغرده لحمه هلبكيسي يتفتت ووكل التجيء ووالا وعيدة هلبكي سليدي باع انت المركليات يتفتت ووكل التجيء ووالا وعيدة وإذا إطلق الكيب عدامه اللفهيسي يأتبدو موقفي وبنانك أسوى بحري عارية يلقى ضرلا وقاون ووحمل به صارن أي ننجر ووحل وحي أن لفت عين أي عنتي سليدي دبك عهيد انت أدوى على الهبي إن عبد الله عبصره ومركا أوقاته تنصره يا كريستاموه كي لبعضنا سوالهوني لي ثم مركا أكدب إلسفتا فقرتي وحيد اللاعي إلى عبد الله بن حذافة ودعاه وحوية لي إلى النصرانية كريستان لماذا يبوغي يا ريب وعلى رتاوحة صعليه وهذا إسجاد بوجه قبل ما قانا هاي الليش هاي سبيلينه فكان وهو عبد الله
أشد من أضيق بلن إباء ديدمو لها كريستان نمدي أدين أيو من قبل هذا الكهر ننجح الجيح أيوه أوحاس أي وحقق هذا يام بماها فلما يأسى مركي أوقوستي بقركي منه عبد الله أوقوستي أو أغاذين سلمرنا وركي سيالين أمر به وهو أمر كسيه أن يلقى في القدر درجة الإسلام والطورة التي درجة سوء ألقي فيها لقرب صاحباه لبضي من أي صاحب كآهين مسلمين تاها فلما ذهب به مركي الواقع علي حق درجة دمعت عيناه لبضي سعندوب أي إلما كتمت فقال رجال رب وحيدين فقال وحيدين رجال قيصر فقر في قيصر هالرجيسي لملكهم فقر فؤدي وحيدين إنه قد بكى فقر ومنك هو عرصري فظن وحي أم لي فقر في أنه عبد الله قد جزع إنه أرجج حي وبقي وقال وحي لفقر في اردوه إلي إنس علي مردوه إليك حد يالي أهل سعلي فلما مركي مثل إسرت علي بين يديه فقر طهرتي سمرك إسرت علي عرض فقرتي وحو أسر جالي عليه عبد الله وحو أسر جالي أن نصرانية كريستان مدي أي أسر جالي فأباها وفق عن صيريه ودي لي فقال وحو كل فقرتي ويحك ورهوذي فما الذي محيط هيك أبكاك كأوهيي إذا هدبا دي آذن ولي أقلين كريستان مدي آذن أقلين محل أوهيك قال عبد الله وحير أبكاني وحا إذا أوهيي أني آنه قتلت ولا لإدليا ما يقولت وحا نده في نفسي وحا نفسي إذا كوئي لها مشاري وحا نقول نفسي إذا تلقى الآن هذا لو ورد أما لو غطور في هذه القدرة في هذه القدر دريدا يا هذا لو غطور يا فتذهب نفسك مركزين لفتالي كتبي وأنا حالنا كليت وقد كنت وحنها أشتهي مجعل وهب لها أن يكون لي إن الله رؤو إيس بناده بعدد ما في جسدي تلك إذا وحا كويا الله ترى اللأج أو من شعر انتماء أو أنفس النففيالة يعني تلك إذا انت تمكت الله ماذا حائل لا يلبى لنبقص بالعالم كي تمكو ليا يا ولوكي.